اهلا بكم متابعينا على موقع جورنال المنوفيه، معكم عبد الفتاح طارق مراسل الموقع. احنا النهارده موجودين في مدينه اشمون التابعه لمحافظه المنوفيه، وكانت مدينه اشمون شهدت حادث مأساوي. الطفله هدى رشاد اللي متابع حالتها، طبعا هي مختفية من يوم الجمعة الماضية. النهاردة نيابة أشمون كشفت ملابسات الواقعة، واتضح في الأمر ان زوجة عمها هي اللي قتلتها. طبعا احنا بنكلمكم من مكان الواقعة. ده طبعا هي الطفلة اتقتلت وكانت موجودة في الطابق الثالث زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا حاليا دلوقتي موجودين هنا في عند بيت الطفلة هدى. الطفلة هدى هي عندها 10 سنين، وكانت بداية الامر ان هي اختفت من يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021. والد الطفلة بلغ في المركز باختفاء بنته، والمباحث النهاردة كشفت ملابسات الواقع. انا النهاردة من داخل بيت الطفلة هدى هنتقابل مع والدتها وجدتها ونتكلم معاهم ونتعرف اكتر على ملابسات القضية. بقاء لله في البداية. والدة هدى مين؟ السلام عليكم. خليك قاعد زي ما انت. البقاء لله في البداية. كنت عاوز حضرتك اعرف من حضرتك الواقعة من البداية، من يوم اختفاء هدى. بنتي مختفية يوم الجمعة. الساعة 11:05 بالظبط. راح اجيب قرصة لها، وقلت لها وانت جاية هات قرصة لاخوكش، عشان انا كنت رايحة البيت التاني راح اخبز. وطلع تروحي جري وتيجي جري، يطلع حاضر يا ماما. استنيت البنت تيجي ما جاتش. بنتي واخده ليا بتروح الغيط هناك لوحدها، وتودي غدا لابوها لوحدها، والحته كلها عارفه عيالي. جيت انا مشيت رنيت على سلفتي ليا، قتلت بنتي لقيت انا ما شفتهاش. انا ما شفتش هدى النهارده خالص. قلت لها يا بنتي ده انا سايباها بتجيب قرصه وكيس عصير وهتجي لي الغيط. قالت لا انا ما شفتهاش. رحت الغيط عند جوزي، قلت له هدى جت؟ قال لي لا ما جاتش. قلت له امال البيت راحت فين؟ قال لي خليك وانا هركب وراح اشوف. فجوزي خد المكنه وجه هنا على طول، لقيتها هي واقفه بره. بقول لها البيت فين؟ قالت انا ما شفتهاش، ما شفتش البيت. ليه قتلت بنتي؟ قالت لا انا ما شفتهاش. قلت لها ماشي، واقفه معايا تدور عليها، وهي قتلاها، هي اللي قتلت بنتي. بس جبنا الكاميرات لقينا بنتي متاخده من قلب البيت، من قلب الحوره. بس ما اقدرش اقول حاجه، انا عايزه حق بنتي بقى. وبنتها قاعده معايا. خدت بنتها. قالت لي خلي بالك من بنتي، كلمني في التليفون وهي في المركز، تقول لي ربنا يصبر قلبك ربنا. وقاعده جنبي في المركز كده تقول لي ربنا يبرد نارك، وهي بنتي وبنتها بايته في حضني. لو هنتكلم عن ملابسات الواقعه، ايه سبب الخلاف؟ في خلاف كبير؟ مفيش خلافات مع بعضنا وبعض. وعارفه ان انا راح اخبز، وعارفه ان احنا مكلمين مع بعض، مفيش اي حاجه. مفيش سبب. وبنتها قاعده معايا وهي طالعه صباح الخير صباح النور وبتضحك مع بعض، مفيش اي حاجه. عمري ما شكيت ان هي تموت بنتي. يا مان بس يا مان دلوقتي ما استقبلت دلوقتي ما استقبلت الخبر بتاع موت بنتك. معلش يعني جم قالوا لك ايه؟ يعني انا عاوز اعرف دلوقتي انت يعني تلقيت الخبر ازاي؟ انت عرفتي او اتاكدت ان بنتك اتقتلت ازاي؟ انا عارفه ان بنتي طالعه مش هتخش تاني، قلت لهم بنتي هتيجي ميته. حصل؟ قلت لهم بنتي طالما مشيت ياما قعدت 4 ايام بنتي هتيجي ميته. بس ما توقعش اللي سلفتي تموتها.
ولا يجي على دماغي اللي سلفتها تموتها، وبنتها بنتها نايمه في حضني، ولا لابسه حلقه دهب ان احنا نقول ان هو اللي خطفها سارق الحلقه. مفيش اي مبرر، لو لابسه حلقه دهب كنا هنقول واحده خطفتها. ما هي بنت خال. انا عمتي. ان مرات عمها تعمل فيها كده، ما احنا مذهلين مش عارفين هي عملت فيها كده ليه. ماشي مش مصدقين، مش مصدقين ان واحده زي سماح دي تعمل كده. جرزو. لو عيله ولو هي في ودنها حلقه كنا قلنا واحد محتاج حق الحلقه ده وهيخطفها وياخد الحلقه ويسيبها، لكن مرات عمها تخطفها وتموتها وتخطفها وتموتها. مفيش مفيش امان. وهي برضو هنا ده البيت ده ما تجيش فيه، هنا ما تجيش هنا. ازاي ان احنا دول يقعدوا جنبنا؟ يبقى هيموتوا جوز بديت ام البت اللي ماتت، ام الطفله. مفيش امان، البت مش قادره تطلع الشقه، خايفه اختها الصغيره والكبيره منهاره من المنظر ده. ده ولا ايه ده؟ ايه ده؟ خايفه ايه يا حبيبتي؟ دي خالتها. تكلمي. لا انا بتكلم على مين؟ معلش انا مش قادره اتكلم. انا مش متوقعه ازاي مرات عم تقتل ضناها. احنا بنامن على عيالنا مع الجيران، ما نامنش عليهم ازاي في بيوتنا؟ طب يا جماعه ده جدها اللي قتلت البنت دي، تبقى بنت خال البنت اللي اتقتلت، يعني هي بنت خاله، يعني هم اهل بعض. طب ازاي يا جماعه احنا مش عايشين في غابه؟ احنا بنطالب ان دول ما يقعدوش في المنطقه نهائي. احنا ما عادش امان على عيالنا، ما فيش امان لينا. احنا هنخاف نخرج، هنخاف نطلع. ولادنا ولاد اختنا وجوز اختي، لا هيتقتل لا هيقتلوه، يا هيقتل يا هيتقتل. يبقى دول مالهمش وقعات في المنطقه نهائي. الاطفال خايفه، اتفرج على مناظر الاطفال. الاطفال خايفه تطلع. ديت اخت هدى الثانيه هي كانت في جسمها كده برضك. هي شكلها قولي انا اخت هدى اللي ماتت. انا اخت هدى اللي ماتت. مين اللي موت اختي؟ بنت عمي. طيب بصي انت حقيقي طبعا الواقعه مؤسفه طبعا. انا عايزه حق بنتي. طب عايزه حق بنتي يجي. انا عايزه حق بنتي يجي. طفله راح تجيب قرصه ما تجيش ميته، ما تاخدش بنتي تموتها. ده ما يحصلش. لو مصروعني مش هيعمل كده. ديت انا لو هي اصلا عدوتي مش هتعمل فيا كده. حق بنتي يجي. انا عايزه حق بنتي يجي. حق بنتي يجي. حرام عليكم. اربع ايام يا دفله بنت في الرمل، دفله وحطها في شكاره. مين اللي يعمل كده اصلا؟ مين اللي يعمل كده اساسا؟ دي لو مش لو يهوديه مش هتعمل كده. انا عايزه حق بنتي. انا بطالب بحق بنتي يجي. وابنها هو اللي موتها. ابنها وهي وجوزها ونزفتها وابوها. ابنها وابوها والواد كريم هو اللي موت بنتي معاها. انا عايزه حق بنتي. حق بنتي يجي. حرام عليكم. كفايه الوجع اللي في قلبي. ولا اربع ايام ما بنامش انا ولا ابوها. ده خال جوزي واتهم امي. خال جوزي وكان متهم امي الام اللي قتلتها. هو كان متهم امي. يعني انا اقول لك على حاجه، الحكومة ما قصرتش والحكومة تشكر. الحكومة بقت صاحية معانا أربع أيام، بقيتين صاحيين. بقيتين صاحيين قدام البيت، وهم اللي عرفوا الحقيقة، هم اللي جابوا آثار بنتي. أربع أيام والحكومة ما نامتش قاعدة قدام البيت بتاع القتيلة اللي جابوها منها. الحكومة ما قصرتش، الحكومة الناس كانت بتبقى نايمة وهي قاعدة صاحية. أنا عايزة بقى حق بنتي. حق بنتي. دلوقتي يا استاذ عبد الفتاح انا تلقيت تليفون من مروه. ماشي. انا دلوقتي تلقيت تليفون من مروه. كان يوم الجمعه، كان يوم الجمعه الساعه 2، لقيت مروه بتقول لي ان في بنت اختي مش لاقيينها. ففي الفور قلت لها يا مروه لازم ايه يروح يعمل بلاغ. فاتصلنا طبعا بالامن هناك، يعني مشكورين كلهم، قاموا على طول بالفوري. فجيهم قالوا لنا لازم يكون في كاميرات، ان هي ايه اللي قريبه ليهم. الكاميرات ديت نعرف نفرغها ان هي ايه نشوف البنت دي. جينا طبعا ان احنا عشان نفرغ الكاميرا اللي هي بتاع ابو البنت سماح اللي هو خاله دوت سنوسي دوت. جه قال لك ماشي احنا نفرغ الكاميرات بتاعتنا. اصبحت جينا ناخد نتكلم مع سماح عشان نفرغ الكاميرات، قالت لك الكاميرات مقفوله بقالها دلوقتي 20 يوم. 20 يوم ازاي يا بنتي؟ قالت لك لا ده مقفوله بقى لها 20 يوم. قلنا لها ماشي. جه عمه دوت قال له لا ما احنا مش هنشتكي. اللي هو ابوها ابو سماح قال لك مش هشتكي. قال لك ان انا مش هشتكي. قال
لك ان انا مش هشتكي. دخلنا طبعا للامن طبعا ماشي، قلنا له ازاي، قلنا له ازاي انا قلت له ازاي يا فندم ان انت ما تشتكيش. قال لي لازم تقضي تعمل يبقى 24 ساعه عن البنت، عن البلاغ بتاعها ماشي. الامن مشكورا قال له 24 ساعه، مش 24 ساعه انت ما تتكلمش في ده، احنا نعمل البلاغ ماشي. هما دلوقتي كانوا بيضللوا البيت. دلوقتي يا استاذ عبد الفتاح برضو جينا برضو عشان ان احنا نعمل محضر ونخلص، جه قالوا لك لا لا لا، ده البنت جايبينها واحد ومصورها وجايب وشه وهو بياخد البنت في شكاره ماشي في عربيه وماشي بيها. عشان يعملوا ايه يا استاذ عبد الفتاح؟ عمليه تضليل. عشان البنت دلوقتي كانت محطوطه في ثالث دور، يعني بيت جنب والدتها وفي ثالث دور وفي مدفونه في الرمل في قلب شكاره. هي اول ما عرفت ايه الكلام ده ان الحكومه خلاص يعني الحمد لله عرفت ماشي. الحكومه يعني اصلت مع حضراتكم؟ لا 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 خالص خالص. انا عن نفسي كنت مع امها ومع الاب لحد الفجر ما ناموش، ما ناموش بجد بجد. تسلم حكومتنا، تسلم بجد. دي معانا برضو الستات هنا تمام. وكان تم تداول مقطع فيديو عبر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لهذه السيده، كانت بتطالب بعوده الطفله هدى وهي حفيدتها. هي موجوده معانا النهارده وبنقول لك يا حاجه البقاء لله في البدايه. الدوم لله يا ابني، الدوم لله. قولي لي يا حاجه كده احساسك ايه دلوقتي لما عرفتي؟ احساسي بالعقل، ما حدش يقول احنا فيه، ما حدش يقول النار اللي احنا فيها. احنا بنطالب بحق بنت بنت، وعاوزه حق بنت بنت. لا ما يقعدش بطل بلوه، ما يقعدش في البلد بحالها. عرفتوا ان هي ماتت ازاي؟ احنا عرفنا لسه النهارده. انا عملت الفيديو امبارح. ما بقاش يبين انقلبت. كلنا شفنا الفيديو ده. شفنا. طب ليه تعمل فيها كده؟ انت عرفتي ازاي؟ احنا ما عرفناش غير النهارده من قبل رضا اللي جت قالت في الزعله جنبنا، قالت لنا يا جماعه وبنتها نايمه في حضن بنت اللي هي ام القتيله. ام اللي قتلتها ديت بنت بقيتها بنت اللي قتلت بنتها في حضنها، وعماله تاكل فيها طول النهار واخدها في حضنها. ازاي تبقى هي دفنه بنتي وبنت التانيه هي اللي بتاكلها وخايفه على بنتها؟ ليه؟ بنت القتيله بنت انا اللي خايفه عليها، وهي قاتله بنتها وربها في الرب وعاملاها في مسلح. ليه؟ عملت فيها ايه؟ دفله يوم الجمعه الساعه 11، يوم الجمعه الساعه 11. طب ومضللانه الطفله كانت رايحه تشتري قرصه وكيس عصير، خدوها من عرش الشارع، خدوها من قدام مرش الشارع. دي طفله بريئه، عملت فيها كده ليه؟ مفيش اي خلافات. ده كمان حتى لو في ابو القتيل، ابو القتيله ديت خل ابو البيت اللي هو سنوسي خال رشاد، ابو البيت الميته، يبقى خالها. ما انا عارف خال ابوها ازاي؟ ما يعتبر جدها ازاي؟ واتهمني انا اللي انا موتها بخطف بنتي، انا اللي خدتها وعملت فيها كده. اتهمني انا للمامور ذات نفسه، وقبل رضا ردت عليه قلت له لا الحاجه لا ما تعملش كده، احنا عارفينها. انا هعمل كده في ضنايا؟ يعني هو كمان بيتهمني؟ يعني هو اللي خدها وهو اللي موتها ويتهمني انا؟ انا هقتل ضنايا؟ استاذ عبد الفتاح هقتل ضنايا؟ معلش يعني لا ما قتلش ضنايا. ابقى في موقع هنا من يوم الجمعه معلش، والاقي اللي هي مرات عمها معلش، الاهالي كلها بتدور، واحده قاعده جوه معلش يا جماعه يعني معلش بالبل ترمس وفوق. بل انت عارف يعني ايه؟ تبل ترمس وفول، وامة محمد بتدور بره. انت ايه الجبروت اللي فيها ده؟ ايه ده؟ دي ما توقفش هنا. هقول لحضرتك مهما كون ما بيني وما بينك مهما يكون ضنا، لا هي على فكره هي برضو قلبها محروق قد كده، بس برضو ما تعزتش. حضرتك دلوقتي يا استاذ عبد الفتاح، انا من المكان دوت، انا رضا جابر يا جماعه، انا رضا جابر الصحفيه. انا احنا بقالنا من يوم لا حول ولا قوة الا بالله. انا هضطر اقفل البث، انا هقفل البث كده.
وتطمن على عيالها، اتصلت بيها وتتصل بيا وهي محبوسه وقاتله بنتي وتطمن على عيالها. في جبروت اكتر من كده؟ في جبروت اكتر من كده؟ وتقول لي خلي بالك من العيال وهي قاتله بنتي. انا عايزه حق بنتي، انا عايزه حق بنتي. صوتنا لصوت حضرتك وحق هدى لازم يجي. الموقف صعب هنا يا جماعه بجد، الموقف صعب هنا، انا مش قادر اكمل في التصوير، فانا بعتذر لحضراتكم، انا هضطر اسفا الغي البث. الموقف هنا يقشعر له القلوب بامانه يعني. بكاء وعويل من الاهالي بجد بجد حاجه مؤثره جدا، بجد حاجه مؤثره جدا. حسب الله. انا مش قادره استمر قبل كده. هترجع على رجلها بحاجه يا النبي. بنت دي ما سقتهاش كوبايه ميه قبل كده، ما سقتهاش كوبايه ميه، ما طلعتش يا مرات عمي حتى، ما خدتش اللي تموتها ليه؟ هانت عليها تموتها؟ هانت عليها تموتها ازاي؟ ازاي يقول عليها تموتها؟ تخنقها وتحطها في شجره كمان، هي بتموت فرخة يا جماعه. حرام عليها، حرام عليكم، حرام عليكم. انا تعبانه. استاذ عفتاح احنا بنطالب اشد عقوبه لسماح دي، دي تتشنق في ميدان عام، دي تتشنق في ميدان عام يا استاذ عفتاح. احنا بنطالب بحق الطفله دي، بنطالب بحق الطفله دي. العمل عيد بعد عيد كده وما لهاش في وسط ولادي، يعني الناس يعني كلها تعيط في وسط ولا بس في وسط يوم العيد وما تلبسهاش. انا جايبه لها حاجه العيد وما تلبسهاش ازاي؟ تروح تموتها ليه اصلا؟ هي تموتها ليه يا عم؟ انا نفسي افهم بيا عملت لها ايه؟ انا عملت لها ايه؟ ابو جوزي عمل لها ايه؟ جوزي اللي جابها دي كانت متطلقه وجوزي اللي جابها يا جماعه وردها البيت تاني، وجوزها خاصم جوزي سنه، جوزها خاصم جوزي سنه عشان جوزي اللي جابها الدار تاني. اخرتها هتموت بنتي؟ ده اخرة المعروف يعني؟ ده اخرة المعروف. دول يا استاذ عبد الفتاح اهل المنطقه اللي سنوسي بيتكلم بيقول لك اهل المنطقه ما بيحبوش ايه؟ ما بيحبوش الاب والام. دول اهل المنطقه. بصوا معانا كده بس، دي شبه عادات الاتنين جماعي، مش شخص واحد عمل كده. انا مش عايزه اتصور، انا مش عايزه اتصور، ده ترتيب جماعي، مش واحد بس، دي عصابه، دي عصابه، مش هي لوحدها اللي هتتشنق. اللي ساعدوها على كده والبنت اللي اتدفنت فيه. بقاء لله. انا معاك اهو عم سعيد. عم سعيد لازم ادخل لكم يا جماعه تتكلموا. انا اولا بشكر دوام الله، انا بشكر مدير امن المنوفيه على المجهودات اللي عملوها، قاموا معانا بدور كويس جدا، وصلونا لحاجات جميله في وقت قصير. لولا هم ما كناش وصلنا في المرحله الصغيره ديت. انا بشكر مدير الامن وسياده الرئيس على المجهودات الجميله، من اكبر رتبه لاقل رتبه لاقل عسكري صغير بشكره، واشكر التراب اللي يمشي عليه على المجهودات اللي عملوها معانا. طيب انت هتطالب بايه؟ انت بتطالب انا بطالب باعدام الست ديت هي وابوها. طيب انت ما عندكش فكره هي قتل سماح يا حبيب قلبي؟ خليك معايا ثواني عشان اخرج اللي جوايا، عشان انا تكبت بقى لنا اربع ايام، ربنا وحده اللي يعلم بينا. ماشي؟ قعدنا اربع ايام مرميين في الشارع، محدش حاسس بينا. ماشي؟ ومفيش رحمه، مفيش انسانيه. الناس بتضحي في العيد الاضحى ببهايم ومواشي، واحنا وهم بيضحوا ببني ادمين. هل ده ينفع؟ هل ده يرضي ربنا؟ هل ده الاسلام قال كده؟ يضحوا ببني ادمين في الايام المفترجه ديت؟ هي ده لو يهود حتى ما يعملوش كده بالطريقه اللي عملوها ديت. ده ما بصش لشكل الطفله وركز معاها وشاف وشها، ما خدوش الشفقه ولا الرحمه، ما عندوش اولاد.
اللي ما يحسش بالطريقه ديت مش يستحق. الناس دي كلهم مجرمين، مجرمين ملهمش وصف، ولا عندهم اسلام ولا دين ولا رحمه. اللي يعمل كده ما عندوش اسلام ولا دين ولا رحمه، ما لهمش امان في وسطينا، يا يبيعوا بيوتهم، يا يرحلوا في اي مكان، يبعدوا عننا خالص. ما عادش لها مكان في وسطينا. يا سياده الرئيس يا ريت صوتنا يوصلك، يا ريت صوتنا يوصلك، يا ريت الناس ديت احنا اللي نعدمهم بايدينا، مش انتوا اللي تقعدوهم بايديكوا. طبعا اكيد في قانون في البلد، واكيد هيجيب حق هدى، واحنا بنثق في عداله بلدنا. زي ما انتم شايفين متابعينا الكرام، احنا ما زلنا موجودين دلوقتي في مدينه اشمون، من داخل منزل الطفله هدى. واللي مش متابع الواقعه من البدايه، الطفله هدى عندها 10 سنين، كانت تغيبت من صباح يوم الجمعه الماضي، ووالدها كان قدم بلاغ في مركز الشرطه باختفاء بنته. النهارده بعد رابع يوم، طبعا بفضل جهود مباحث شرطه اشمون، طبعا كشفوا ملابسات الواقعه، وطبعا ثبت ليهم ان زوجه عمها هي اللي قتلتها. زوجة عمها قتلتها وحطتها في شوال او في شكارة، وكانت في الطابق الثالث من البيت اللي احنا قدامه ده، والطابق الثالث ده تحت الانشاء لسه. وطبعا الشرطة كثفت جهودها خلال الاربع ايام دول، وتم القبض على الجاني، وبمواجهة الجاني اعترفت بارتكاب الواقعة. كلهم وجيرانهم. احنا هنا مع الاهالي طبعا جايين بيعزوا والد الطفله. بنقول لكم جميعا البقاء لله. شكرا، كنت معكم عبد الفتاح طارق مراسل موقع جورنال المنوفيه، والبقاء لله. طفلة يتعدم، ده بيدور معانا عليها اصلا، ده بيدور معانا عليها، بيدور على طفلة، طفلة طالعة تجيب حسبي الله ونعم الوكيل. انا بطالب باعدامه، اعدامه شوية. احنا عرفنا الحكومة اللي عرفت، حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل اللي قاعد بقاله اربع ايام شايف، حسبي الله ونعم الوكيل. بشكركم متابعينا الكرام، والى اللقاء.